افطر بس على البنزين وماك مو تعبان على البنزين وماك صعب تعبان تأذيني من شغلة البنزين يعني خلي يسوي لها حل. أن وزارة النفط من بعد سقوط النظام وجدت أنه هناك يعني أكو شورتج نقصان في عملية في المشتقات النفطية المنتجة من المصافي العراقية الموجودة. مصفى كربلاء من المصافي المعقدة جدا داخل العراق، لا يوجد مثيل لها، مثيلاتها فقط في الدول الخليج المجاورة لنا. مصفى بطاقة 140 ألف برميل ينتج من مصفى كربلاء الوحدة ما يقارب 9 إلى 10 مليون لتر بنزين عالي الأوكتين. تقريبا أكثر من 90% سيتم تقليل استيراد البنزين والمشتقات الأخرى. مصفى كربلاء ينتج طاقة كهربائية من مقدار تقريبا 200 ميجا واط، تقريبا أكثر من 50 إلى 70 ميجا واط يتم دفعها إلى محطة الحيدرية في كربلاء المقدسة لتجهيز المواطنين بها. وجود مثل هيش مشاريع بمحافظات العراق خاصة في محافظة كربلاء راح يضفي في الطابع استثماري وحركة اقتصادية قوية داخل المحافظة.